انت بخير، طمنونا على ام عبده. هو سلمي على ايه يا مو ايه خاطركم. الله معك يا بنات. شوفي يا مو، البسوا الملايا. ليش لوين بدنا نروح يا مو؟ بدنا نعايد على مرت عمك ام عبده. ماشي يا مو. صبحية، صري الشر بلا ما تروحوا. انو شر تقبرني؟ ليه انو شر؟ ما في لا شر ولا غيره. بدنا نروح نعايد عن مخلوقة. خطي باركي جبران خاطر يعني. هلأ بتشوف فوتتنا عليها هيك قد الدنيا. تفضلي يا مو تفضلي. تقبريني. تعوا يا بنات تعوا. سلام عليكم، كل عام وانتو بخير. يلا تقبريني، عاوزة شي؟ يلا. وين رايحة؟ رايحة على بيتي. بدك تحرمينا من هالخلقة الملائكية؟ صبحية اخزي الشيطان. ولا مثل ما قال المثل يا بعدي، حضرة الملائكة هربت الشياطين. مرت عمي، عمتي مالها من الشياطين. رسيولي مو ناقص علينا الا الجردين. انا مالي جردون. عليا لما بتحكي مع عمي بتحكي بأدم، فهمتي ولا ايه؟ انا ما تبي اكثر منكم. يا رويدة في المطرحة. يا رويدة يا رويدة. اهلين عمي ابو وضاح. كل سنه وانت سالم. وانت سالم. شرف تفضل. لا ما بدي فوت. عمتك عندكم؟ ايه والله جوا. فوت الا انه انا برا بدي اشوفها، وخليها تجيب رويدة معها، بدي اشوفها وسلم عليها وعايد عليها. تؤمر امر. عمي بخصوص هذيك المره انا غلطت معك، مشان الله ما بدي اكون زعلان. فوت نادي له فوت. شو عم تساوي هون؟ عم خلص المطاح من بين ايدين امك. عم تخلص المطاح ما هيك؟ ستري يا مو ستري. قولي على ابدي يا مو، نمر الغش عم تعري وجهي. لك يا عيب الشوم عليك. اخ بس بدي افهم على شو عاملينك كبير انت، على شو؟ امشي امشي امشي، خلينا نمشي. يا ميت علينا يا جماعة، يلا شرفوا شرفوا على النظافة. تفضلوا تفضلوا على رسالة. شرفوا شرفوا تفضلوا شرفوا. علي صفوانو رياض محجوب. شرفوا خيرات طرقوخ. خيرات طرقوخ. واقف خالي واقف واقف. عيني يا طرقون. روح خالي روح. عيني يا طرقوخ. وين ولي الأصل أطرقون؟ أطرقون خير يا أطرقون. ودفشني على هالكريبة، قال ما لمحني. لك بيهون عليك واحد ينفش مرتك. معاش يا مو، معاش ولا خلي اللي بده يقضوه. من حق عندك أم وضاح انضربت وانهانت ببيتنا وانت موجود؟ لك أخي انت لساتك صغير وما بتعرف أي شغلة. اسمع عبدو أفندي، أول باشتان أنا مالي صغير، وتاني باشتان بيت أبو عبدو الويلاتي ما بينضرب في جنس مخلوق، وتالت باشتان عمك أبو وضاح كبير الحارة وسمعت إنه انهان ببيتنا، واللي هانه لازم ينهان. شو هالحكي لك عمي؟ شو هالحكي؟ مثل ما سمعت عمي. اسمع حبيبي،
ابو وضاح عمك هلك ولرويدا. انا مانو عمي وما بيعنيني بهالسيره ابنه، واللي صار فيه بيستاهله لانه غلطان. عمي ابو وضاح ما بيغلط؟ لا سيدي بيغلط وكبر وخرف وخالص. صفوان لا ما اخذي يا عمي اسف طبنجة. يا عيب الشو عليك، عم تهدد ابن عمك هون ببيتك وبدك توصل يلي بعين الناس ببيت ابو عبد الويلاتي لسه ما خلى. ابو وضاح هو الغلطان. يا عيب الشوم عليك، لو كبريت الحارة سمو ولا العقيد كانوا قنعوك من الحارة. كتير منيح، أنا رح روح لعند العقيد وقل له عن عمال صفوان مع عمي أبو الضاح. رشتين إحنا ستروها طبيناتنا والناس ما لازم تعرف مشاكلنا. بيهون عليك سمعت ابن عمك صفوان تطلع بين الناس إنه هانوا الأبو الضاح وقال قيمته، بيهون عليك؟ لا يا عيني عليك يا رشتي طول عمرك يا بضاعي. بعدك بين اليومين صفوان وأمه يروحوا لعند عمته يستسمحوها ويعتذروا من جوزك. شلون يا بشلون؟ مثل ما سمعت، بتروح انت وامك عند عمتك تستسمحوا منها وبتعتذروا من جوزها. ايوه الله يصطفل فيهم، ما بدي اقول شيء شكيته الا الله. والله واللي اسمه الله، لولا كرامة المرحوم ابو عبده وانه المشكلة صارت ببيته كنت مسكت له ايده وكسرت له اياها كسر. يا ريتك يا حجي، يا ريتك كسرت له ايده من شرشق. بيلوموني الناس يا مضاح، بيلوموني الناس، بيقولوا نمر الخشاب حاطط عقله بعقل ولد. لا هو من جيل اولاده ومو غريب كمان. بكره رح يبعثوا لرشدي لعند العقيد ابو فهد خليه يحكي له كل شيء عمله هالواطي بركة بيقدمه. لا يو ليش بقى؟ انا بحياتي ما ضربت بالسيف غير سيفي. بدك ياني هلا خلي العقيد ياخذ لي حقي؟ ومن مين؟ من ابن اخوكي؟ لا اسمعي يا حرمي، انا مياتي انقطعوا من الحاره. شو عم تحكي انت؟ شلون يعني مياتك انقطعوا من الحاره؟ يا طرخون خي وليد اصل هالطرخون خي يا طرخون. انا شو قلت لك ولا؟ أمرك تعال أمرك. أنا ما قلت لك إنه ما بدي أشوفك ولا أسمع صوتك هون بالحارة. بلا بس المعلم صفوان هو قال لي نادي. معلم صفوان؟ هلا صار اسمه المعلم صفوان؟ هو قال لي نادي وبي أولادك. لك من إمتى صار صفوان يحلوا يربط هون بالحارة؟ نحن من طول عمرنا بنحل بنربط عمي، ولا نسيت مين بيت لويلاتي؟ لك لو ما أعطيناك حرمة من عنا خلص بعملك صرت زلمة؟ ولك إني عم تحكي هالكلام يا واطي، ولك إني أنا لا تقول إنه أخذتك خطر. يلا شوفوا حسبي الله ونعم الوكيل. الله يخزيك يا شيطان. عم تقوس علي أنا؟ لك أنا بوزيك فوق زعم حدك. أنا أتحدي عقيد والله أتحدي، بس هو كل ما صارت حكاية بلزقها بظهري. يعني أنا شو ذنبي إذا كل البياعين بينادوا خاين يا طرخون؟ يعني الطرخون ماله خاين؟ طرخون ما؟ ايه نعم سيدي الطرخون. بعدين يعني نحن شو ذنبنا اشكال طلع ابنه خاين مثل الطرخون؟ ابنه خطير يا سمنجا. يا ابني 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 مشان الله يا ام وضاح، يعني لا تاخذيني. يو على شو بدي واخذك تقبريني؟ يعني انه بدي اتجوز اليوم وانتو لك تدوسي على قبري. الهي يمين الله يمين الله انه فرحت لك من كل قلبي. سلمي لي والله انا ما دخلني. مشاهر قالت يعني طالما ما رح نعمل عرس يا مضاح عن إذنك بس لشوف الحجي. لك مضاح خاين يا كلب، مضاح خاين يا واطي. لك بعده عني يا مضاح يا واطي، لك بعده عني. عمي كلب خاين شو بدك تساوي؟ أنا كل شو رح تساوي؟ لك سندن يا واطي يا داخل. أنا كمية حمى الشبرية يعني صار سلامة يا عبد الله.
إيش لكن قلعوا من الحارة وما كنا نخلص من سيرتهم. إيه نعم يا مو، إيه نعم. لو قال شو؟ قال والله لو أنا من الخشابة بحياة الكورة ما كان وصل للحارة. ومين هذا اللي قال هالحكي؟ جوز عمتي أبو لطفي. أصلاً عمتك أبو لطفي وجوزها أنجس من هدينك. إيه والله يا مو صدقتي. لك صحيح يا مو، شو صار مع وفيقة؟ أنت وياها قوموا اندفسوا بالأوضة بدنا نحكي شغلة سرية. إيه احكي، ليش في حدا عم يقول لك ما تحكي؟ ليكي ولي سلمى روحي بمناخيري، ها ماني طايقة حالي، اسمعي الكلمة أحسن لك. يوه على هالمنطق تبعي. سلمى شو بك أنت التاني؟ شو فيها يعني سمعناكم شو عم تحكوا؟ بعدين مو أنت جوزي لازم أعرف عنك كل شيء. شلون؟ بتعرفي عني كل شيء؟ لكن خدامي بدرية قالت لي. ولك يا جذبة انت لازم تعرفي كل شيء عن جوزك مو عن جوزك وامه. ما بتفهم شلون يعني؟ يعني قال مثل ما قال المثل. قومي من هون ولي، قومي من هون على ابوك على ابوها. العمى والله هدول التنتين رح يجيبوا لي الخفيف. المهم يا ابو شو صار بالذهبات اللي لقيتها الوفيقة؟ شو بده يصير فيهم يا ابو؟ شيء لك ما جابته. لا والله يا مو لسه ما جابتهم، هلا بنا بدها تجيبهم. ما بيجوز يا يامو، ما بيجوز لك، ما بيجوز، لازم تجيبهم نخبيلها ياهم. ما بتعرفي الايام شو مخبيت لها يا امي. هلا بنا تطالعهم، يمكن ما قدرت تطالعهم. يا مو احملي درب طريقك وروحي لعندها، لا ترجعي الا وهن معي. بس اوعى حسك عينك ابي شم ريحه الموضوع. ها لا اعوذ بالله ابوك ما تنبل الفوله بتمه. يلا يا مو يلا الله يرضى عليك تيسري، بس لا تاخذي هالجدبان معي. لا لا تقبرني. سعد لي هالصباح. صباحك يا رب. هات عنك هات عنك اخي. بتقبر قلبي هالرجوليه، رجال وسيد رجال. هلا بصدق. صدق اخي صدق، ما تب لها القامة يا حق. عليا روحي طلعي لي من الجرة شوية عدس مشان اساوي شوربة لامك. اختي الجرة الاولانية فضية، طالع من الثانية؟ ايه شو علي اختي طالعي شو علي؟ ايه حاضر. وقفي عندك عليا. لا والله ما حدا بيعمل شوربة العدس لمرت عمي الا انا. اخطري خليك بالقلبة بشوية شوربة. يوه يوه يوه، من ايمتى كنا والشمس ترقعنا؟ عليا الحمد لله منيحه. اهلين يا اهلين دوبرين. اهلين دوبرين. اشتقت لك. اشتقت لك العافيه. شلونها مرت عمي؟ الحمد لله منيحه. شو وينها رويدا؟ مالي شايفتها؟ عند مرت عمي جوا بالاوضه. تفضلي يا مو تفضلي. اهلا وسهلا. تفضلي دوبرين. السلام عليكم. السلام. ان شاء الله بيقبرني هالصباح الملوكي. كيفك تقبريني؟ اهلين مرت عمي. كيفك اختي معبدو؟ ان شاء الله منيحه. لساتكم زعلانين مني من يوم الخناقه؟ يو والله مو الحق علي، كله من ام وضاح. الله يسامحها الله يسامحها ويجزيها الخير. صحيح تذكرت، ان شاء الله بيسلموا هالايدين على هالقشه. لك شو قشه بتاخذ العقل. بس علقتيني بعمك، ها كل يوم والتاني بده من هاي القشة، كل يوم والتاني بده من هاي القشة. والله صفوان يقبر قلبي. إلهي قال لي يا أمي قديش أكلت دجاج، مو مثل القشة اللي أكلتها ببيت عمي. طيب يا مو ليش ما بتخلي أبي يجيب له شي قشتين ثلاثة ومنروح أنا ورويدة الغالي ونطبخ لكم ياهم؟ إيه ما فيها شي. إيه ميت أهلا وسهلا. تطلعي على قبري إلهي بتجي مع وفيقة؟ لا. يوه ليش ما تقبريني؟ هيك هيك وبالناقص. بس وفيقة يا جدي والله خسارة ويا حيف، ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف.